لنبدأ بإحدى الحجج الرئيسية لأولئك الذين يؤمنون بوجود الفضائيين، وهي مقابلة حقيقية. أجريت المقابلة معهم باللغة الإنجليزية. الشيء الوحيد الذي قاله مؤلف الفيديو هو أنه تواصل مع الفضائي بسهولة، كما لو أن هذا المخلوق تكيف مع رغباته وتحدث تماما كما أراد المحاور. دعا الفضائي نفسه باسم إيريل، ولم يتسنى الحصول على معلومات تفصيلية أخرى، إما أنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان المخلوق هذا ذكرا أم أنثى، لا بالمظهر ولا بواسطة سمات أخرى. كان جسد الكائن الفضائي مثل دمية أو روبوت، لا يحتوي على أي أعضاء داخلية ويتكون من خلايا بيولوجية. كان هناك جهاز عصبي كهربائي من نوع ما يمر عبر الجسم. على أي حال، لا نملك فكرة عن كيفية عمل للآن. وفي مرحلة ما بدأت المقابلة، وكان أول شيء سئل عنه الفضائي ما إذا كان مصابا. أجاب إيريل بالنفي. أعقب هذا السؤال سؤالان آخران أو ثلاثة قياسية، مثلما إذا كان يحتاج مساعدة أو غذاء أو ظروف معيشية، لكنه أجاب على هذه الأسئلة بشكل لا. ولكن على السؤال هل سيبحث عنك الآخرون، أجاب الفضائي بالإيجاب، مما جعلهم يسرعون العملية فذهبوا إلى الأسئلة الأكثر إثارة. اتضح أنه لم يكن على الأرض طوعا، ولكن فقط لأن سفينة الفضاء الخاصة بهم قد دمرت بسبب التفريغ الجوي. تم التحكم بالجهاز عقليا عن طريق رابط غير مرئي، لذلك عندما تفشل السفينة فإن وعي الكائن عليها يعاني أيضا. كانوا يرتاحون، لكنهم لم يمكنهم ذلك ولم نجدهم في الوقت المناسب. كشف إيريل أيضا أن حضارته تسمى دومين، وهي أكثر تقدما من حضارتنا، فهي تتحكم بالكثير من المجرات والنجوم والكواكب والكويكبات، والتي تشغل جميعها حوالي ربع الكون ماديا. كانت المهمة الأساسية لدومين هي الأمن والسيطرة وتوسيع الأراضي والموارد. وأشار إيريل إلى أنهم يتصرفون كالمستكشفين الأوروبيين السابقين في اكتشاف الأراضي والاستيلاء عليها. أما بالنسبة لكوكبنا، فقد قررت قيادة دومين عدم الكشف عن أفعالها ونواياها للسكان حتى يكون ذلك في مصلحة الكائنات العليا. إذن ما رأيك في هذه المقابلة؟ أتبدو حقيقية؟ أخبرني رأيك حول هذا في التعليقات. هذا اكتشاف جديد تماماً من علماء مصريين، حديث جداً لدرجة أن حتى عشاق نظرية الأطباق الطائرة لم يكن لديهم الوقت للتعليق عليه قبل أن تنتشر الصورة عبر الإنترنت. مثل الاكتشافات الأخرى، هذه دليل إضافي على وجود الكائنات الفضائية. كان الجميع فضوليين بشأن ما إذا كان موجودا على الجانب الآخر من الأرض، لذلك أصبح الأمر شائعا لتصديق كل نظرية من الفضاء. هل فكرت يوما أنه لا يوجد صحون طائرة؟ أنه ليس أكثر من أناس عاديين فقط من المستقبل أو من الماضي؟ والحقيقة أن قدماء المصريين كانوا معتادون على الاحتفاظ بالسجلات على الجدران وبناء الأهرامات الضخمة. هناك سجلات والتي تقول مباشرة أن البشرية كانت بالفعل في الفضاء، وكانت تلك الحضارة الخارقة بذاتها، باستثناء أن شيئاً ما لم يتم وفقاً للخطة للجيل الأخير، وانتهى بنا الأمر بالبدء من جديد. هناك قصة جيدة حول هذا الموضوع في لعبة Horizon Zero Dawn، حيث استعبدت الروبوتات الأرض وخلقت البشرية مشروعاً من شأنه إحيائها في غضون بضعة مليارات من السنين عندما تفشل الروبوتات. ربما كان البشر بالفعل حضارة خارقة، ولكن في وقت ما هزموا في حرب أو دمروا أنفسهم. وللحفاظ على جنسنا البشري أنشأنا آلية خاصة لإعادة ملء كوكبنا بأكمله بالبشر مرة أخرى. هذا ما يفسر حقيقة أن كوكبنا لم يكن أبداً هدفاً لتأثيرات النيازك الكبيرة التي يمكن أن تسبب كوارث جماعية هائلة. ببساطة، أناس أكثر تطوراً من الماضي أنشأوا حماية خاصة والتي لا نعرف عنها بعد بسبب معرفتنا المحدودة. أقترح ألا نبتعد كثيراً عن الموضوع والتركيز على الفور على حقيقة معروفة للعلم. أهرامات الجيزة واحدة من أكثر المباني المهيبة والغامضة التي أقامها الناس على الإطلاق. هناك العديد من الخرافات عنها ترتبط بأحداث غامضة وغير مفسرة. لا يزال العلماء يتساءلون كيف حضارة ليس لها فكرة عن آليات الرفع المعقدة والحسابات الدقيقة تمكنت من إقامة مثل هذه الهياكل المثالية. إذا ألقينا نظرة فاحصة نرى أن كل أهرامات الجيزة تم بناؤها عند تقاطع خطوط الطول والعرض الأطول. كيف يمكن تفسير هذا؟ بصراحة، هذه النظرية حول البشرية المتقدمة من الماضي تبدو أكثر إثارة للاهتمام، وتبدو أيضاً أكثر معقولية الآن، لأنه من المستحيل تفسير كل هذا بشيء آخر.
على الجانب الآخر هناك أيضا إصدار عن الفضائيين، يقولون إن الفضائيين جاءوا للناس وقدموا لهم هدية على شكل مساعدة في بناء الأهرامات. وهناك دليل على هذا الموضوع، في إحدى المجلات في 1988 كان هناك مقال عن اكتشاف غير عادي في هرم الجيزة الأكبر. تم العثور على شيء يشبه مومياء متحول اعتقل في تابوت في أحد الغرف المخفية بالقرب من الجثة. وجدوا أيضا بردية والتي تحكي عن لقاء الفرعون خوفو مع فضائي. يفهم من القصة أن الهرم لم يبنى لفرعون ولكن للزائر الفضائي، وحذر من أن نظرائه سيصلون قريباً إلى الأرض وأن الهيكل سيكون بمثابة منارة. إذا صدقنا هذه النظرية حول الفضائيين وافترضنا أن هذا يمكن أن يحدث بالفعل في الماضي، تبدأ الأمور تتجمع ببطء. أدركنا أنه يمكن ربط الأشخاص المفقودين بالفضائيين. دعنا لا ننسى، لم أقم بتزويدك بقصة الاختطاف على الإطلاق لرجل يدعى ترافيس والتون عامل قطع الأشجار. في الخامس من نوفمبر 1975 بعد أن أنهى عمله في الغابة الوطنية، كان والدن يركب شاحنة مع 6 موظفين آخرين للمنزل عندما رأوا فجأة جسما كبيرا على شكل صحن يحوم فوق الأشجار. كان الصحن على بعد أقل من 112 قدما عندما قرر والتون النزول لإلقاء نظرة عن كثب. وهو يقترب انفجر شعاع من الضوء من السماء ووالتون اختفى. كانت الشرطة متشككة في تصريحات زملائه، اعتقد الجميع أنهم يتسترون على مقتله. لكن بعد 5 أيام عاد والت إلى الأرض وظهر في منتصف الليل مشوشا تماما وفي نفس المكان. بدا له أنه قد رحل لبضع ساعات فقط، وصرح أنه يتذكر وجوده على طاولة في غرفة مع 3 مخلوقات صلعاء تجري تجربة عليه. دليل على وجود الصحون الفضائية، كان العنوان الرئيسي في جميع الصحف المحلية عندما ظهر فيه الفيديو التالي على الإنترنت، يظهر بعض الأشياء الغريبة التي اكتشفها مستخدم خرائط جوجل. كل مستخدم بدأ على الفور في التحقيق بنفسه شخصياً، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، بينما لم يرفق مصور الفيديو الإحداثيات الدقيقة، مما جعله من المستحيل العثور على الهدف. بطبع هذا سيسبب وجود الكثير من الجدل الساخن حول مصداقية المصدر. راصدوا هذه الصحون مقتنعون بأنه إذا كان كل هذا صحيحاً، فمن المؤكد أن مخلوقات غامضة قد ظهرت على الأرض من الفضاء الخارجي. يمكن أن يكونوا كائنات حية أو نوعاً من الفأل السيء. بعد سماع القصتين قد تعتقد أن الفضائيين وهميون، لا أحد يستطيع التقاطهم على الكاميرا، مما يجعل عملية اكتشاف الحياة الأخرى أكثر صعوبة. لكن هذا ليس هو الحال. لقد تمكن أشخاص من التقاط شيء ما على الفيديو. حدث هذا في منتصف القرن العشرين فوق عاصمة الولايات المتحدة. لمدة 17 يوماً تمكن الناس من رؤية عدد من الصحون تحوم فوق واشنطن العاصمة. بالطبع تسبب هذا في ذعر الجميع، بما في ذلك المطار المحلي، القوات الجوية، إدارة البيت الأبيض، ثم هاري ترومان الرئيس. حسناً، إذا رأيت شيئاً كهذا فوق مدينتي كنت سأصاب بالذعر مثلما فعل، وهذا مؤكد، خاصة عندما تفكر أنه لا يمكن لأحد أن يشرحها، لا القوات الجوية ولا الإعلام المحلي ولا الولاية. كان الأمر كما لو أن الجميع يتظاهر بانتظار شخص ما ليعطي شرحاً على كل هذا. حتى إدارة البنتاغون قالت إنها عاجزة. الخبر السار الوحيد هو أن 17 يوماً بعد ظهورهم الأول فوق المدينة اختفت هذه الأشياء الغامضة، ولم يرهم أحد منذ ذلك الوقت. قبل وقت قصير من الحادث الذي وقع فوق واشنطن، أطلقت القوات الجوية الأمريكية رسمياً مشروعاً يسمى علامة. كانت العملية للتحقيق عن الأقراص، لفحص جميع أدلة الفيديو والصور وإجراء دوريات في المنطقة. لعام تم تصنيف هذه العملية على أنها سرية. كان الهدف الوحيد للمشروع هو دحض وجود الصحون الفضائية، إلا أنه يبدو أن قادة المشروع قد نجحوا في فعل العكس تماماً. التقطوا أكثر من 13,000 صورة وفيديو، وتقريباً أكثر من 1000 منها لا يمكن شرحها بالمنطق، لا بمساعدة العلم ولا بمساعدة التكنولوجيا بأي شكل من الأشكال. في النهاية كان على الحكومة تصنيف هذه النتائج على أنها غير محددة. أيد رئيس المشروع فرضية أن أصل الكائنات كان من خارج كوكب الأرض. رغم رفض السلطات العليا ذلك، تم الكشف عن وجود المشروع لأول مرة في 1959، وفي عام 1961 رفعت السرية أخيراً عن هذه الوثائق. بغض النظر عن حجم الاكتشافات ونتائج التي توصل إليها الماضي وغموضها، اليوم لا تزال هناك أدلة مختلفة على وجود حياة فضائية. مثلاً إليك مقطع فيديو تم نشره منذ عامين. تم تصوير صحن طائر، في اللقطة نرى أضواء تشكل مثلثاً بوضوح وتحلق في نفس الاتجاه مقابل سماء الليل. اعتبره البعض علامة من الأعلى
آخرون أصروا أنهم فضائيين، لا يزال آخرون متشككين، ظلوا صادقين مع معتقداتهم وأعلنوا أنه ليس أكثر من نوع من الاختبار العسكري للدولة. حسناً، النظرية التالية التي تؤمن بوجود الفضائيين ليست مرتبطة بالأرض، تتعلق برائد فضاء مشهور حقيقي إدغار ميتشل، أحد الذين ذهبوا للقمر. للأسف إنه ليس معنا، لقد مات عام 2016، لكن الإرث الذي تركه لنا لا يزال موضع نقاش لليوم. وفقا له، كلما كبر في السن قل قلقه بشأن حياته المهنية وما يمكنه قوله، ولهذا قرر في نهاية حياته أن يكشف للناس سرا لا يصدق. وفقا له، فإن الفضائيين موجودون بالفعل، وقد التقى بهم موظفو ناسا شخصيا، لكن ناسا والحكومة الأمريكية منعت منعا باتا الحديث عن ذلك لتجنب إثارة الذعر في المجتمع. من الغريب أيضا أنه عندما أدلى ميتشل بمثل هذا التصريح لم تدحضه ناسا، قالوا فقط إنهم لا يشاركون وجهة نظره وشكروه على العمل الذي قام به في الماضي. علقوا كما لو أن الرجل العجوز قد فقد عقله فقط. أعتقد أنه كان يقول الحقيقة، لماذا يفعل رجل مسن مثل هذا الهراء ويخدع الجمهور بمصداقيته؟ وعلى خلفية تصريحاته أيد الكثيرون من الناس هذه النظرية وبدأوا في البحث عن الغموض حيث لم يروه من قبل بيننا. بدأت النظرية القائلة بوجود الفضائيين بيننا تنتشر. طلب الناس من كمبيوتر عملاق أن يمنحهم نتائج متعلقة بالفضائيين، وهذا ما رسمه. في إحدى الحالات كان لهم عيون سوداء، وفي أخرى كانوا مطابقين معنا، في الثالثة كانوا ببشرة رمادية، ثم كانوا كالحشرات. بغض النظر عن الطريقة التي صورهم بها، فقد بدوا مثلنا نحن البشر. على كل حال، لقد ساروا على قدمين وكان لهم جسم مماثل، إذن ما الذي يمنعهم من الاختباء بيننا؟ لا شيء. يؤكد العلماء ورواد الفضاء نظريات علماء الأجسام المجهولة، يقولون إنهم رأوا شخصيا مخلوقات غريبة على الأرض اختبأت بذكاء لا تصدق بعد أول اتصال مشبوه. إنهم بعد كل شيء من الكائنات العليا، ولإثبات ذلك هناك عدة قطع أثرية وآثار نجدها بانتظام على الأرض. مثلا، تحتفظ قبيلة برازيلية قديمة بقصة عن الأقوياء الذين نزلوا من السماء في السحب البيضاء. علمهم الفضائيون العد وأروهم كيفية الزراعة وكيفية النجاة في ظروف خطيرة، منحوهم الكثير من المعرفة. لا ننسى أثار الأقدام في الحقول، بغض النظر عن مدى ابتذالها لا يمكن لأحد حلها بعد. والقطع التي تذكرنا بالسفن أو الكائنات الفضائية، من أين أتت إذا تم صنعها في الماضي عندما لم يمتلك الناس مثل هذه المعرفة؟ بالحديث عن الاكتشافات، تعد قطعة الألمونيوم هذه من أكثر القطع إثارة بين التي وجدت مؤخرا. يتساءل شخص ما الآن، ماذا؟ كيف يمكن لقطعة معدنية أن تثير الاهتمام العام؟ إنها مملة. سأخبرك أن الأمر ليس كذلك. تم اكتشاف الألمونيوم عام 1825، ولم يملك الناس فكرة عن ذلك، لكن هذه القطعة عمرها 250 ألف سنة. أليس هذا دليلا على وجود الفضائيين؟ يوجد الألمنيوم دائما تقريبا مع الأكسجين وعناصر أخرى في الصخور والطين والتربة والنباتات، لذلك تحتاج الكيمياء لتنقيته، والتي تم اختراعها مؤخرا نسبيا بالتأكيد، ليس قبل 250 ألف سنة. في هذه الحالة، إما أن حضارة عليا عاشت في تلك الأوقات وليس البشر، أو أنهم زارونا ذات مرة وتركوا الألمنيوم هنا عن طريق الخطأ كهدية، قطعة من سفينتهم، أو مثلا بعض قطع الغيار التي نسوها. هل تعلم أنه بجانب الاكتشافات القديمة المذهلة، غالبا ما يرى الناس أطباقا طائرة لا أحد يفسرها تقريبا؟ نعم، أعلم أن عددا كبيرا من هذه القصص مزيفة. دعني أخبرك ما سأعرضه الآن لم يتم اختباره فقط لمرة واحدة من أجل التحرير. لنبدأ بالأجسام المجهولة فوق فينيكس. في التسعينيات سطعت أضواء غريبة في سماء هذه المدينة الأمريكية، والأمر المثير هو أنه لم يتم ملاحظتها من قبل شخص واحد، ولكن من قبل الآلاف من المارة. كل من يحاول فهم هذه الحادثة ما زال في طريق مسدود. رغم مرور أكثر من 25 عاما عليها، لم يتم إجراء أي اختبارات عسكرية ولا يمكن تزييف ذلك، ولكن ما كانت. وهذه حالة أحدث حدثت في ديسمبر 2023 في المكسيك. طار جسم غامض مستدير الشكل بالقرب من المطار، لقد حلق بسرعة لدرجة أنه لم يملك العمال الوقت الكافي لإدراك أي شيء. هذا الجسم تاكن على شكل قرص مرئي فقط على كاميرا المراقبة، وذلك إذا قمت بإبطاء التصوير عدة مرات. بالطبع لا يمكن أن يكون طائرا أو درون.
النظرية الوحيدة التي يتفق عليها الشهود هي أنه جسم غامض، ولكن إذا كنت تعتقد أن الأجسام المجهولة تحلق فوق الكاميرات دون شيء مميز فهذا الفيديو لك. كان هناك جسم طائر مجهول الهوية يحوم في السماء فوق مدغشقر ويطلق إما برقاً أو نوعاً من الشعاع الغريب والذي يشبه الفضائيين كثيراً. توجهت الخدمات الخاصة للمكان فوراً، وما إن هبطت من روحياتهم حتى اختفى الجسم الغريب في اتجاه غير معروف ولم يعثر عليه أحد. هناك نظرية تقول إن السفينة الفضائية فقدت شخصاً خاصاً على الأرض وكانت تبحث عن الزميل بمساعدة كشاف قوي، لكنهم فشلوا بفعل ذلك. لذلك من المحتمل أنه باستكشاف الجزيرة سيلتقي الناس بمخلوق جديد غير معروف لنا. مع ذلك قد يكون من الأفضل عدم اكتشاف آثار الجسم الطائر المجهول. بعد كل شيء كانت هناك اكتشافات من هذه كافية لإذهالنا، مثلا اكتشاف طائرة اختفت منذ 37 عاما دون أن تتحطم ومع ركابها الأحياء. بعد 37 عاما في الثاني من يوليو عام 1955 قامت طائرة ركاب تابعة لشركة بان أمريكان إيرويز بالرحلة 914، أقلعت من نيويورك وكان من المقرر أن تهبط في ميامي في الساعة 10:05. كان على متنها 61 شخصا، 57 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم. رحلة طيران أمريكية تبدو عادية، أليس كذلك؟ أين يمكن أن يكون الخطأ؟ في البداية كانت عادية، لكن سرعان ما توقف الطيارون عن التواصل ووجد المراقبون على الرادار أنها اختفت فجأة. افترض مسؤولو الطيران أنها تحطمت فوق الماء وغرقت. تم تنظيم عمليات وأنشطة الإنقاذ، فتش الباحثون في مناطق التحطم المفترضة، لكنهم لم يجدوا شيئا. لم يكن هناك دليل واحد ولا حتى حطام. يبدو أن الطائرة اختفت في الهواء. عندما أصبح من الواضح أن البحث لن يسفر عن نتيجة، تم الإعلان عن فقدان الطائرة وجميع من كانوا على متنها. سرعان ما تم نسيان الحادث، لكنه ذكر بعد 37 سنة. في عام 1992 رأى خوان دي لاكورتي المرسل في مطار كاراكاس الفنزويلي شيئا غريبا على الرادار. سرعان ما أصبح واضحا له طائرة قديمة مشبوهة كانت متجهة إلى كاراكاس. اتصل خوان دي لاكورتي بقائد الطائرة واكتشف أنها كانت الرحلة 914. أرسل مرسل لاسلكي أن الطائرة كانت خارج مسارها متجهة إلى فنزويلا بدلا من ميامي، وأخبر الطيار بالتاريخ الحالي عام 92. الجميع صدم، وأدرك المرسل أخيرا أن الطائرة التي اختفت في ظروف غامضة قبل 40 عاما تقريبا كانت في طريقها. سرعان ما تم تجهيز مهبط للطائرة وهبطت بسلام، وهرع موظفو المطار إليها. أفاد شهود عيان أن الركاب الذين كانوا يحدقون من النوافذ كانوا خائفين. أشار الطيار إلى تركهم بمفردهم، وبعد بضع دقائق أقلعت الطائرة واختفت في السحب وكأن شيئا لم يحدث. حاول العديد من مقاتلي القوات الجوية الفنزويلية تعقب الطائرة الغامضة، لكن الطائرة اختفت مرة أخرى، لم تكن مرئية بصريا أو على الرادار. بعد مرور بعض الوقت وصلت الطائرة إلى ميامي، حيث هبطت في المطار الدولي منهية رحلة بدأت منذ ما يقرب من 38 عاما. لم يكبر بالعمر أي من أفراد الطاقم أو الركاب، لم يستطع أي منهم تقديم إجابات متماسكة عند سؤاله عن الرحلة. كل هذا يجعل قصة الرحلة 914 واحدة من أغرب ألغاز الطيران في كل العصور. لكن ما الذي حدث بالفعل؟ لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال. لا يزال الناس يطرحون نظريات حول الحادث. يعتقد البعض أن الطائرة عرقت في حلقة زمنية استغرقت منها وقتا طويلا للخروج، أو في بوابة زمنية بفضلها سافرت عبر الزمن. يعتقد البعض أن الكائنات الفضائية هي المسؤولة، ويعتقد البعض الآخر أن مثلث برمودا الذي تجاوزه الطيار أثناء الرحلة هو السبب. هل هذا يعني أن القصة كاملة وأن الطائرة كانت مفقودة بالفعل في مكان ما لما يقرب من 40 عاما؟ اكتب في التعليقات ما هو رأيك وابقى معنا. توجد حالات اختفاء أخرى في هذه الحلقة سوف يجعلونك تشعر بعدم الارتياح. طائرة بوينغ الماليزية. لنبدأ بأشهر اختفاء طائرة في السنوات الأخيرة والذي سمع عنه الكثير منكم
بالتأكيد. في 8 مارس 2014 قامت طائرة الخطوط الجوية الماليزية برحلة رقم 370 من كوالالمبور إلى بكين. لا ينبغي الخلط بين هذه الرحلة والرحلة MH17 من نفس العام. بعد 40 دقيقة انقطع الاتصال بالطائرة واختفى، وكانت آخر مرة ظهرت فيها على الرادار على بعد 225 كيلومترا غربي مقاطعة فيتنام الجنوبية. تم إطلاق عملية بحث ضخمة على مساحة شاسعة من المحيط الهندي، المنطقة التي يشتبه في تحطم طائرة البوينغ فيها. يعد البحث عن طائرة البوينغ المفقودة حاليا الأكبر في تاريخ الطيران، سواء من حيث التكلفة أو عدد القوات والدول المشاركة. لكن على الرغم من ذلك لم يسفر البحث عن أي نتائج. تم العثور على عدد قليل من قطع الحطام، وتم الإعلان عن وفاة الركاب وطاقم الطائرة في حادث، ولم يتم تحديد السبب الدقيق لاختفاء الطائرة. إيميليا إيرهارت، يذكر أنها كانت أول امرأة في التاريخ تطير عبر المحيط الأطلسي. في عام 1937 بدأت جولتها حول العالم، لكنها لم تكملها أبداً. في 2 يوليو 1937 اختفت هذه المرأة وملاحها فريد نونان بالقرب من جزيرة هاولاند في وسط المحيط الهادئ. بعد ذلك بوقت قصير أطلقت البحرية الأمريكية وخفر السواحل عملية بحث واسعة النطاق في المنطقة، ولكن لم يتم العثور على إيميليا ولا طائرتها إيرهارت لوكهيد موديل 10 إلكترا. ولا يزال مصير القبطانة والملاح والطائرة مجهولا. إحدى النظريات هي أن طائرة إيميليا تحطمت أثناء محاولتها الهبوط الاضطراري على الماء. نسخة أخرى هي أن إيميليا وفريد هبطوا على جزيرة ما لم تكن مأهولة بالسكان. والنسخة الثالثة هي أن إيميليا زورت اختفائها وعاشت حياة هانئة حتى الشيخوخة. رحلة الطائرة 739، اختفاء طائرة أخرى تابعة لشركة لوكهيد. في 16 مارس 1962 حدد الجيش الأمريكي مسارا للرحلة 739 لطائرة لوكهيد L1049. بعد ساعتين من الرحلة اختفت الطائرة دون أن تترك أثر. قبل ذلك طلب الطيار الأول بشكل غير منطقي زيادة الارتفاع، ثم حدث تداخل في الهواء. من المفترض أن الطاقم حاول التواصل، لكن المرسل لم يسمع عنه وسرعان ما تلاشت إشارة الراديو. لم يتم العثور على حطام أو جثث. تم الإبلاغ عن جميع الركاب وأفراد الطاقم في عداد المفقودين. مثل طائرة بوينغ الماليزية، سقطت هذه الطائرة في مكان ما في المحيط الهادئ، لكن لم يتم العثور عليها أيضا على الرغم من عمليات البحث المكثفة. اختفاء طائرة DC-4. كلكم يعلم عن مثلث برمودا، لكن القليل منكم يعلم أن هناك مناطق شاذة مماثلة موجودة في أماكن أخرى حول العالم، واحدة منهم في ألاسكا. يمكن القول إن مثلث ألاسكا هو شقيق مثلث برمودا، لأن الاختفاءات الغامضة تحدث هنا أيضا. اختفاء طائرة DC-4 في 21 يوليو عام 51. أقلعت الطائرة من مطار فانكوفر، مرت الساعة والنصف الأولى من الرحلة كما هو مخطط لها، ولكن بعد ذلك ساءت الأحوال الجوية. فاجأ المطر البارد الطيارين وانخفضت الرؤية بشكل كبير. بعد مرور بعض الوقت على الإرسال توقفت الطائرة عن التواصل واختفت دون أن تترك أثرا في ألاسكا. على الرغم من عمليات البحث المكثفة لعدة أشهر لم يتم العثور على حطام الطائرة، ولم يتم العثور على جثث. لا يعرف بالضبط ما حدث للطائرة، لكن الكثير من الناس متأكدون لقد التقطها مثلث ألاسكا. الرحلة 19. وماذا عن مثلث برمودا؟ لقد قلت بالفعل إن الطائرة التي هبطت بعد 37 عاما من إقلاعها كان من الممكن أن تمر عبر مثلث برمودا، وأن هذه المنطقة بالذات من المحيط الأطلسي هي المسؤولة عن هذه الظاهرة الزمنية. لكن هناك الكثير مما يمكن قوله عن مثلث برمودا. تم إلقاء اللوم عليه في واحدة من
أكثر حوادث اختفاء الطائرات غموضاً. في 5 ديسمبر عام 1945 طارت الرحلة رقم 19 5 قاذفات توربيد من فلوريدا. كان من المفترض أن تكون رحلة تدريب عادية في ذلك اليوم، فيما عدا أن الطيارين اختاروا بقعة ملعونة. تمت الرحلة على حدود مثلث برمودا. بعد فترة من بدء التدريب أفاد قائد الرحلة 19 أن مؤشراته لم تكن تعمل وأنه ضاع في الفضاء. بعد مرور بعض الوقت أمر الطيارين الآخرين بالإقلاع بسبب نفاذ الوقود من القاذفات. بعد ذلك لم يشاهد الطيارون ولا قاذفات التوربين. لكن هذا ليس هو الشيء الوحيد الذي يثير الدهشة. طائرة إنقاذ ذهبت للبحث عن الرحلة لكنها اختفت أيضا. تم بعد ذلك إرسال طائرات أخرى لكنهم أيضا لم يتمكنوا من ذلك، ولا يزال هذا الاختفاء من أكثر الحالات غموضا في التاريخ. في 4 سبتمبر 1954 غادرت الرحلة سانتياغو 513 مدينة آخن الألمانية متجهة إلى بورتو أليغري بالبرازيل، وعلى متنها 88 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم. كان من المفترض أن تستغرق حوالي 18 ساعة لكن إنها دامت لمدة 35 عاماً. لم تصل الرحلة إلى وجهتها، لكنها قامت بهبوط ناجح في 12 أكتوبر 1989. لم يتصل الطيارون بمراقبي الحركة الجوية. من الممكن أن تكون الطائرة تعرضت لعطل لاسلكي. في حيرة تامة أرسلت خدمات المطار أشخاصاً لمعرفة نوع الطائرة ولماذا كانوا يرفضون الاتصال. أول ما لفت انتباههم كان شعار خطوط سانتياغو الجوية، لكن الشركة توقفت عن العمل منذ 1956. عندما تمكنت قوات الأمن من الوصول إلى الطائرة أصبح سبب عدم إجراء أي اتصال واضحا، فقد رأوا مشهدا صادما. كان جميع الركاب جالسين في مقاعدهم وأحزمة مقاعدهم مربوطة، لكن كل ما تبقى منهم هو هياكل عظمية. على أمل الحصول على بعض الشرح ذهب المستجيبون الأوائل إلى قمرة القيادة، لكن صورة مماثلة كانت تنتظرهم هناك. كان الهيكل العظمي للقبطان لا يزال يمسك بعجلة القيادة، وكانت المحركات متوقفة عن العمل. بمجرد أن عرف عن الحادث الرهيب بدأت جميع أنواع النظريات بالظهور. صرح باحث في مجال الظواهر الخارقة أن التفسير الوحيد الممكن الذي يتوافق مع جميع التفاصيل الموصوفة يمكن أن يكون فقط أن الطائرة وقعت في حلقة زمنية. ومع ذلك لم يستطع تفسير سبب تحول كل من كانوا على متن السفينة إلى هياكل عظمية. في هذا الصدد كيف تمكن قائد الهيكل العظمي من الهبوط بالطائرة؟ بدأت السلطات تحقيقا في ملابسات الرحلة لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل. أكد مسؤولو الطيران فقط أن الطائرة ظهرت في الهواء وهبطت بسلام. أثار حجاب السرية غضب الخبراء الذين حثوا الحكومة البرازيلية على السماح للخبراء المدنيين بالمشاركة في التحقيق. برأيهم يعتبر الحفاظ على سرية هذه المعلومات جريمة. ما رأيك في هذه القصة؟ هل يمكن أن يحدث ذلك حقا أم أنها أسطورة ولكنها مثيرة للاهتمام؟ شاركني بأفكارك في التعليقات وابقى معنا لأنني سأخبرك عن أكثر الحوادث غموضا في التاريخ. هناك العديد من الأساطير حول الأماكن الغامضة التي تختفي فيها الطائرات، وأشهرها هو مثلث برمودا. هناك سبب وراء شهرة هذه المنطقة. لنعد 77 سنة إلى الوراء. في 5 ديسمبر 1945 حلقت 5 قاذفات توربيد من طراز أفينجر من قاعدة البحرية الأمريكية في فورت لودرديل باتجاه جزر الباهاما. كانت الطائرات آمنة وكان أفراد الطاقم البالغ عددهم 14 متمرسين. على الرغم من أنهم بدوا ينحرفون قليلا عن مسارهم إلا أنهم سيطروا على كل شيء حتى اختفت الطائرات الخمس ببساطة، كما اختفت طائرة الإنقاذ التي أرسلت خلفهم. سرعان ما بدأت إحدى أكبر عمليات البحث عن الطائرات. تم التفتيش بواسطة 300 طائرة و21 سفينة. توقفت عملية البحث بعد عدة أسابيع ثم أعلن عن اختفاء الطاقم. وجد تحقيق البحرية الأمريكية إن خطأ بشريا هو الجاني. اعتمد تشارلز تايلور مدرب الرحلة 19 على ما رآه من النافذة، أو ببساطة على حدسه بدلا من قراءات أدوات الطائرة. لكن ماذا عن حقيقة أنه من الوقت الذي اختفت فيه الرحلة 19 حتى منتصف الثمانينيات اختفت أكثر من 20 طائرة صغيرة عند مرورها عبر مثلث برمودا؟
لا أحد رآهم، ولم يتم العثور على حطام حتى. في 24 من نوفمبر 1971 الرحلة 305 تستعد للمغادرة من مطار بورتلاند بولاية أوريغون. من بين الركاب رجل عمره حوالي 45 عاما يرتدي بدلة داكنة مع ربطة عنق وقبعة، يحمل معطفا وحقيبة، مقعده C18. بعد مغادرة الطائرة بالثمان دقائق يمرر الراكب ملاحظة إلى أحد مضيفات الرحلة، الرجل لديه قنبلة في حقيبته، يفتحها ليبين أن هذه ليست مزحة، والبطاقة تحدد المطالب 200,000 دولار وأربع مظلات وتزويد الطائرة بالوقود في سياتل من أجل مواصلة الرحلة. الطيار اتصل على الفور بالمطار، بدأت عملية تلبية جميع مطالب الخاطف. عند الوصول أمر دان كوبر بسحب الطائرة إلى منصة مضاءة بشكل ساطع وإغلاق جميع الستائر في المقصورة حتى لا يتمكن القناصة من متابعته. تقف الطائرة عند محطة وقود، يقوم عمال المطار بتسليم الخاطف نقودا ومظلات. في الساعة 47 دقيقة مساء تقلع الطائرة مرة أخرى، على متنها المجرم وخمسة من أفراد الطاقم. اتجاه السفر هو المكسيك مع التزود بالوقود في رينو، لكن المطلب الجديد كان أن تطير الطائرة على ارتفاع منخفض لا يزيد عن 3,000 متر بالضبط. بعد ذلك هبطت الطائرة في رينو وبدأت الشرطة في تفتيش المقصورة، لكن دان كوبر قد اختفى. وفقا للتحقيق قفز كوبر من الطائرة بمظلة حوالي 8 مساء، لكن الطيارين الذين تابعوا الطائرة لم يروه. لا أحد رأى دان كوبر مرة أخرى. لقد مضى نصف قرن على وقوع هذه الجريمة الجريئة. ما هو وضع التحقيق في هذه القضية؟ الحقائق الثابتة هي التاريخ الدقيق للجريمة والجريمة نفسها. يبدو أن دان كوبر قد اختفى في الهواء في ذلك اليوم. في فبراير 1980 عثر صبي على 3 مجموعات من الأوراق النقدية بقيمة 20 دولارا على ضفاف نهر كولومبيا. تطابقت الأرقام التسلسلية للأموال مع تلك التي تلقاها كوبر. قرر الخبراء أن الأوراق النقدية قد تكون ملقاة في الرمال والماء منذ عام 1971. كانت الأمريكية إيميليا إيرهارت واحدة من أشهر النساء في عصرها. كانت أول امرأة تطير فوق الأطلسي، وتم انتخابها كأول رئيسة لمنظمة الطيارين النساء المسماة 99. كان لديها الكثير من الإنجازات، هدفها الطيران حول العالم. هذه المهمة لم يكن مقدرا لها أن تكتمل، فقد اختفت مع ملاحها فريد نونان. في 1 من يونيو 1937 غادروا ميامي ووصلوا إلى لاي في غينيا الجديدة. شوهدت إيميليا وفريد هناك لآخر مرة. لقد قطعوا معظم المسافة، أمامهم 11,000 كيلومتر فقط فوق المحيط الهادي. كانت الخطة هي التوقف للتزود بالوقود في جزيرة هاولاند، لكن إيرهارت ونونان لم يصلا إلى هناك. كانت هناك اقتراحات بأنهما سقطا في المحيط أو أنهما هبطا بالفعل على جزيرة أخرى حيث عاشا بقية حياتهما. هناك نظريات مفادها أن طائرة إيميليا وفريد هبطت على جزيرة في المحيط الهادئ، حيث كانت هناك قاعدة عسكرية يابانية سرية وتم أسرهما. على الرغم من التكهنات المختلفة والبقايا التي تم العثور عليها في الجزيرة الصحراوية، إلا أن هذا السر ما زال دون حل. رحلة فارق 967. 30 يناير 1979 كانت طائرة فارق تقوم برحلة شحن 967 على طريق طوكيو لوس أنجلوس ريو دي جانيرو، ولكن بعد 30 دقيقة من إقلاعها اختفت الطائرة فوق المحيط الهادئ. بالطبع بدأ البحث على الفور، لكن لم يتم العثور على أي أثر للطائرة. ثم بدأت نظريات غريبة. كان على متن الطائرة شحنة باهظة الثمن، 153 لوحة لمنابو مابي، رسام من أصل ياباني برازيلي، بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليون دولار. هل يعقل أن كل هذا مرتبط باللوحات؟ أم أن الأمر كله يتعلق بالخلل الذي دمر الطائرة والطاقم والبضائع الثمينة؟ هذا كل شيء. أخبرني بالتعليقات ما رأيك بما حدث لهذه الرحلة. شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقا.